السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا كذا مرة على ليوناردو اي اي. تقدر تيجي هنا وتكتب اي تكست ويبدأ يعمل لك صور. يعني مثلا خلينا نقول له حول لي التكست ده لصور، ففي ثواني بيبدأ يعمل لي الصور. وتقدر تغير الاختيارات من هنا، يعني مثلا عايز 3 صور 4 صور، السكيل بتاعها، الاعداد بتاعتها. وممكن تيجي هنا ايمج جايدنس وتديله صورة ويبدأ يبني عليها. طيب لاحظ ان انا اديته نفس التكست اللي هنا، لكن هو عمل لي تصميم مختلف، لان انت بتقعد تلعب في الستايل اللي موجود هنا، زائد ان كل مره بيعمل لك صوره مختلفه عن اللي قبلها. انا صراحه جاي اجرب الاتنين دول، جنريت موشن فيديو، اي صوره بتديها له بيبدا ان هو يعمل لك حركه. تمام، عايزها بابليك ولا برايفت؟ برايفت دي بفلوس، بيقول لي هتكلفني 25 نقطه. مش مشكله، هو يوميا بيديه 150 نقطة. شايف الحاجة اتحولت ازاي؟ بقى فيديو تقدر تحمله عندك MP4. تمام، فانا كنت عملت حاجات كتيرة زمان. تمام، ممكن ايه اقول له خد واحدة فيهم ونشوف هيتحرك ازاي. يعني ممكن اقول له اعمل لي ده مثلا ماشي موشن فيديو. تمام، هنا ممكن تشوف هيبقى كام نقطة موشن سترينث. طيب اقول له جنريت، برضه يخصم 25 نقطة. نطلع فوق ونستنى بقى لحد ما يعمل لنا الفيديو بتاعنا. فعمل لي فيديو بالشكل دوت، كأن في كاميرا بتتحرك حوالين تمثال الحرية. انا حاولت احط تمثال الحرية في بيئة مصرية، لانه اصلا اول مرة اتعمل كان المفروض ان هو هيتدي لمصر في حفل افتتاح قناة السويس. طيب تعالى بقى نشوف خاصية تانية لسه نازلة، او حتى لما تقف هنا بيقولك دي نيو دي نيو. اب سكيلر، اب سكيلر بيعمل اب سكيلر، بس لازم يكون نسخه بريميوم. بيديك تفاصيل كتيره جدا في الصوره. تمام، يعني بيكبرها وبتلاقي فيه تفاصيل كتيره جدا هو بيضيفها ما كانتش موجوده قبل كده. فلما تيجي تقارن بين الصورتين، شفت بعض الفيديوهات وبعض الصور، لا في فرق كبير جدا. فدي خاصيه بس لازم تكون بفلوس. انا شغال بالنسخه المجانيه. تمام، هنا ممكن تديله صوره ويبدأ ان هو يبني عليها. يعني بقول له فعل واديله صورة. تمام، مثلا الصورة ديت، يبقى كده اي حاجة هديها له هياخدها من الصورة ديت. يعني لو انا قلت له اعمل لي مثلا مصريين قدماء، هياخد الشخص ده ويبدأ يديله صيغة قدماء المصريين مثلا. تمام، طيب خلينا نجرب نفس التكست اللي انا قلتها له، هيبدأ يدمج الاثنين مع بعض. ودي من الحاجات اللي هي ايه غير منطقية، بس هنشوف هيوصل ليه. انا قايله هنا ذا فساد ديزاين اوف وان اوف ذا سكيورتي بيلدينج ان هيستوري اوف عراق. طلع لي صورة غريبة. دي ممكن شوية، طبعا مش من اول مرة تظبط معاك الصورة، لازم تقعد تجرب كذا مرة. تمام، خلينا نقول له كده. وممكن تيجي هنا بقى في الاليمنت. تمام، نشوف ايه الحاجات اللي هو مديها لنا. تمام، ممكن تقول له اعمل لي كلرنج بوك. تمام، بالشكل دوت، او كلر بي او بي وتون انمي. ممكن تخليها تعمل على شكل انمي. يعني في استايلات كتيره تقدر تختار منها. تمام، نشوف انت محتاج ايه بقى. انا محتار الصراحة، ممكن نخليها مثلا نجرب ديت. تمام، يلا جنريت. هنا النقط بتاعتي بدأت تقل شوية. مش قومش، ممكن تزودها شوية. يعني تقول له ايه، لا انا عايزك تلتزم بالصورة اكتر. تمام، دي لو لقيت حاجة فيهم تضغط على التانية. طيب هنا دي انا عايز الغيها. نيجاتيف برومت، بتقول له حاجة تتجنبها. تمام، يعني لقيت صورة مثلا فيها غلط فتقول له تجنب ديت، وتقول له اعمل صورة تاني. هنا انا قلت له ركز على الصورة اكتر من البرومت اللي انا مديهولك. تمام، هنا ممكن تغير الستايل نفسه الاساسي.
تمام، في تولز كتيرة انت ممكن تشوف انهي واحدة فيهم الانسب ليك. خلينا نجرب. فبدأ يظهر معانا بالشكل دوت، وهكذا تبدأ انت بقى ايه تكون الصور اللي انت عايزها.